بنت ما عنديش كلام اقوله. ما شاء الله قاعده في وسط ناس كوكبه رائعه، بسمع كلام جميل، اخرهم البنوته اللطيفه الجميله بصراحه، يعني فعلا رائعه اكثر من رائعه. فانا معتزه جدا بوجودي معاكم، ومش عارفه اقول ايه يعني. لا لا اطلاقا، لا اطلاقا اطلاقا. انا بس عندي كلام كتير وعندي حاجات كتير طبعا نفسي اقولها، وبقيت محتاره اقول ده ولا ده، اقول عاميه ولا اقول شعر جد، ولا اقول حاجه من قلبي وخلاص، ولا اقول ايه بالظبط. في الاخر استقريت بعد قعدت وقت طويل اقعد افكر، وكل ما اختار حاجه هقول لا بلاش دي خلينا بدي. في الاخر لقيتني استقريت على حاجه بتتكلم عننا احنا الاثنين. مين احنا الاثنين؟ الله اعلم، هسيبكم تقولوا مين. بس بقول فيها ايه، طول عمرنا احنا الاثنين مع بعضنا دايما حبيبين، طالعين نازلين على طول، فاهمين من فين جايين على فين رايحين. مشوارنا طويل والعمر قصير، خطوينا كتير والحب كبير، شايفين النور وبنسعى ايدين والايد في الايد وحنوصل ليه. في شوك في طريقنا ومش حاسين النور قدامنا وليه رايحين. ما تقولش انين ولا قلب حزين، في قلوبنا حنين يحضن ملايين، ويشع النور ويلف يدور، ما يسيب في الكون ولا قلب حزين. والرب الكون على طول داعيين، نفضل في النور والحب سنين، نقدر بإيمان نزرع فدادين، ونعيش بالحب احنا الاثنين، وبكل حنان نفضل حبيبين. شكرا ليكم. دي يعني اقل حاجه. في حاجه بقى انا حباها علشان بتمسني قوي انا شخصيا، عنوانها ايه؟ نعمة ربي. انا معرفش ليه حساها فنفسي اقولها. بقول فيها ايه؟ انا من جيل الجدات، بس ما عنديش احفاد ولا حتى صبيان وبنات، ولا راجل ينده ويهاب. ولا راجل ينده ويهاب. انا نسيت يا جماعة، كنت حافظاها وحساها قوي بس طارت. هي موجودة هنا لو تسمحولي، لو تسمحولي اجيبها. انا كنت بس المرة الجاية. ماشي، شكرا جزيلا.